في اعتراض ولا موافقة؟ موافقة. توجيهات السيد اللواء أحكام حرب مهندس محافظ دمياط، فليتفضل يا فندم. صباح الخير. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا عندنا مناسبتين عظام مروا علينا الأسبوع اللي فات، والاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، فطبعا بنهني زمايلنا وإخواتنا في جهاز الشرطة بالعيد بتاعهم، وبنهني الشعب المصري ومواطنين دمياط بعيد ثورة 25 يناير، وبنعز الشعب المصري كله في الشهداء الثورة، يعني زي ما السيد الرئيس قال وكل الناس بتقول من 25 يناير 2011 حتى الآن. ونتمنى ان يعني كفى دماء بقى، يعني كفى دماء، يعني الناس عايزين الاحتفال يبقى احتفال بالفرحه والبهجه، مش احتفال ملطخ بالدم، يعني محدش يعني مش وما يحصلش المؤتمر الاقتصادي وتسوي شكلك بره. انتوا متخيلين لما تطلع صوره مترو بتاع اسكندريه ولا القطر مش عارف بتاع ايه ولا المطريه وتتنشر على بتاع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة النت بره، يعني ويشوف ويعمل لك زومبا على المترو وهو مولع. شفت المنظر بتاعه كان عامل ازاي؟ يقول لك الدولة بتحب. انا عندي اروح المستشفى كفاية ولا انا كفاية؟ امبارح الساعة 12 بالليل لا دين ولا رحمة ولا يعني انت عارف. طبعا اضطريت جبنا عربية النبطشية وخدناه وصلناه لحد البيت بتاعه. يخلي الواحد زي ده يلعن ابو كل حاجه، يعني فاهم، يعني عشان تبقى انتم عارفين بس، يعني تصرفات انور حسين بتبقى سبب من اسباب المشاكل. يعني النقطه الثانيه اللي احنا عايزين